تميزت وزارة الداخلية كأكبر مقدم خدمات للمواطنين والمقيمين على تطبيق سهل الموحدة، تواصل تألقها في تيسير إجراء المعاملات إلكترونيا. طبعا تعرف أكثر عن نظرة الوزارة إلى رقمنة الخدمات وخططها المستقبلية في هذا المجال. يسعدنا أن ينضم لنا عبر الهاتف العميد المهندس أسامة لهيب، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بالإنابة بوزارة الداخلية. مساك الله بالخير وحياك الله معنا العميد أسامة. مساك الله بالخير، أحب أمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين وأشكركم على هذه المداخلة من خلال برنامجكم المميز. حياك الله عميد أسامة. كيف ترى تشجيع وزارة الداخلية لتحويل الخدمات إلى إلكترونية؟ طبعا تسعى دائما وزارة الداخلية لميكانة إجراءاتها وتأكيد على حرصها لتقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطنين والمقيمين. طيب كلمنا عن الخدمات اللي تقدمها الوزارة عبر هذا التطبيق، تطبيق سهل عميد أسامة. طبعا الوزارة قامت بإطلاق العديد من الخدمات عبر تطبيق الحكومي الموحد سهل. نعم. إذا تسمحي لي استعرض أبرزها. بالتأكيد. في عندنا أطلقنا خدمة نقل إقامة عامل منزلي من كفيل إلى آخر. العامل المنزلي اللي على الكفيل يقدر ينقله الى كفيل اخر بس من خلال تطبيق سهل. كذلك اطلقنا خدمه تقديم بلاغ ترك العمل للعامل المنزلي اللي هو بلاغ التغيب. نعم. بالسابق كان تتوجه الى مراكز الخدمه فعلا. او مباحث شؤون الاقامه، في الوقت الحالي تقدر تقدم من خلال تطبيق سهل. كذلك أطلقنا خدمة إلغاء إقامة عامل منزلي مغادر، بالسابق كان مضطر إذا كان مسافر خلال 6 شهور كانت تلغى الإقامة، بس أمانة بقرار من معالي الوزير تم إطلاق خدمة إلغاء الإقامة خلال 3 شهور من السفر. نعم. كذلك في عندنا خدمة، تم إطلاق خدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية اللي هي الصحيفة الجنائية. بالسابق كان في مراجعات عشان تحصل على هذه الشهادة، الآن وفرنا كثير من الجهد والوقت من خلال إصدارها من خلال تطبيق سهل. في عندنا خدمة إصدار، هم هذه أطلقناها جديد، خدمة إصدار وثيقة السفر الاضطرارية في حال فقدان جواز السفر خارج دولة الكويت. ناخذ وثيقة السفر الاضطرارية من خلال تطبيق سهل. كذلك في حال فقدان البطاقة المدنية. جميل. كذلك في حال كثير من المواطنين يسافر في بطاقة مدنية وممكن تضيع منه، يقدر اليوم يقدم على وثيقة السفر الاضطرارية من خلال بطاقة مدنية. كذلك عندنا إصدار 4 جوازات من شهادة الجنسية. نعم. اللي هي اليوم أطلقنا خدمة شهادة إثبات الجنسية الأساسية اللي هي بيانات الجنسية بالتفصيل وملف الجنسية. كذلك شهادة إثبات الجنسية للأبناء القصر. نعم. شهادة إثبات بيانات الأسرة اللي هي خاصة بالزوجة. شهادة إثبات تعديل الاسم. في خدمة أطلقناها في بداية السنة. نعم. خدمة تجديد رخصة مركبة بالربط مع وحدة التأمين اللي هي بيما أونلاين. تقدر تجدد المركبة، رخصة المركبة من خلال تطبيق سهل. جميل جدا. طيب هذه كلها خدمات جديدة، يعني يعطيكم الصحة والعافية عليها. طيب خلينا نتكلم عن المستقبل، يعني شنو خططكم المستقبلية العميد أسامة بما يخص يعني رقمنة الخدمات واللي راح تضيفونها للتطبيق؟ في عندنا خدمات جديدة واللي إن شاء الله راح نطلقها قريبا جدا. نعم. هي راح تكون خدمة تحويل ملكية المركبة. إن شاء الله راح نطلقها هذه في تاريخ 1/2/2024 بإذن الله تعالى. نعم. وعندنا خدمة شهادة حركة الدخول والخروج، اللي يبي يطلع أي شهادة دخول وخروج عنه هم راح تكون ميسرة موجودة من خلال تطبيق سهل. في عندنا خدمة الاستعلام عن مستحقات الدولة المانعة للسفر، اليوم ربطنا مع عدة وزارات، المواصلات، العدل، الكهرباء، المرور، شؤون الإقامة. طبعا هذول المانعين للسفر عن حق الوافدين.
في حال إذا عليك أي مستحقات للدولة تقدر تستعلم من خلال تطبيق سهل. نعم. إذا عليك أي موانئ أو مطالبات من خلال الجهات اللي ربطنا معاها وتقدر تسدد المديونية اللي عليك. طيب العميد أسامة، باعتقادك كيف ساهم تقديم خدمات الوزارة على تسهيل إجراء المعاملات بالنسبة للمواطنين، وهل في إحصائية يعني بخصوص المعاملات اللي تتم عبر التطبيق؟ نعم طبعا وفر الكثير من الجهد والوقت لكثير من المواطنين والمقيمين. الآن وأنت موجود اليوم في البيت أو في العمل تقدر تنجز معاملتك من خلال التطبيق، تطبيق سهل. في السابق كنت مضطر إلى مراجعات الجهات المعنية، إن كان في إدارات جميع القطاعات وزارة الداخلية، إلى أن تستوفي المعاملة. نعم جميل جدا، كل الشكر لك العبيد. مهندس أسامة محمود لوهيب، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بالإنابة في وزارة الداخلية، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا. مشاهدينا، دولة الكويت تطمح إلى مرحلة متطورة من التحول الرقمي تواكب الطموح نحو التنمية المستدامة والاستفادة من إمكانات وتقنيات الحوسبة والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المعزز، وتوظيفها في كافة قطاعات الدولة مثل الصحة والتعليم والمواصلات وغيرها. طبعا هذا التطور لا يمكن أن يحدث بيوم وليلة ودون عمل دؤوب ورؤية واضحة، مثل ما شفنا بعض الجهات الحكومية اللي حققت المعادلة الصعبة وتمكنت من التحول الرقمي بشكل شبه كامل، وساهمت أكيد في اختصار الجهد والوقت. العالم قاعد يتغير ولابد أن نواكب هذا التغير للمصلحة الوطنية. بلادنا تستحق كل شيء جديد يساعدها بالذهاب نحو مستقبل مشرق. في أمان الله.